السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة جديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة يعني التخلص من ألم الدورة الشهرية اللي كيعانيو منه العديد من النساء، ولا حتى بالنسبة للفتيات كاينين بعض النساء اللي كيوصلوا لدرجة القيء مع ألم شديد في البطن ديالهم، في أسفل البطن ديالهم. اليوم أحبائي الأعزاء جبت لكم وصفة طبيعية من ضمن عدة وصفات فعالة اللي مطروحة في قناة جربوحكم باش تخلصوا نهائيا من الألم ديال الدورة، أو بعض النساء للتخفيف من ألم ديال الدورة الشهرية. هاد الوصفة هذه هي وصفة فعالة ومجربة، النتيجة ديالها كتلاحظوها بعد مرور، يعني بعد ما تستعملوا هاد الوصفة هذه غادي تلاحظوا بواحد الراحه كبيره بزاف. النساء ولا الفتيات اللي كيعانيو من الم ديال الدوره الشهريه، اليوم فاش تجيكم الالم ديال الدوره الشهريه ناخذوا كاس ديال الحليب كيف ما كتشاهدوا يكون ساخن، وناخذوا واحد الكميه قليله من اوراق النعناع. اوراق النعناع فهي مهدئه يعني الام الدوره الشهريه. ناخذ كيف ما كتشاهدوا مثلا اربع اوراق من فهي كافيه، اربع اوراق من النعناع، ونضيفها الكاس ديال الحليب يكون دافئ، ونحركوهم نحركوا هاد النعناع هذا في الحليب ونتركوه شويه حتى يصبح الحليب ديالنا قابل للشرب، يعني حتى يولي دافي. يا ريت هاد المشروب هذا دائما ناخذوه دافي فاش نبغيو نتناولوا نشربوا هذا المشروب هذا الدافئ اللي تخلص من ألم الدورة الشهرية. نحيدوا النعناع اللي ضفناه، ومن بعد الى كان متوفر عندكم العسل النحل يمكن لكم تستعملوه، ما متوفرش يمكن لكم تشربوا الحليب الدافئ بالنعناع. هو جميل جدا والنكهه ديالو جميله بزاف. بهذه الطريقه هذه سيدتي يمكن لك تخلصي من الم الدوره الشهريه. كناخذوا هذا المشروب هذا جوج المرات في اليوم، كناخذوه في الصباح وكناخذوه قبل النوم، يعني الفتره اللي كنحسوا بالم ديال الدوره الشهريه. ويمكن لكم تاخذوا قبل يعني قبل الدورة الشهرية بيومين باش تخفوا من الألم ديالها. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم تجربوا هذه الوصفة هذه اللي التخلص من ألم الدورة الشهرية اللي كيعانيو منه العديد من النساء. وكنتمنى منكم أيضا أنكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.